السلام عليكم ورحمة الله، معكم يسرى من قناة شيوة الطنجاوية. مرحبا بكم في القناة ديالي. الفيديو ديال اليوم هو مفاجأة مشترك بيني وبين نادية من قناة شيوة الفاسية. نادية الفيلالي عندها قناة مزيونة بزاف، كتنزل وصفات رائعة. اتفقنا باش نعمل لكم فيديو ديال جوج ديال الطرطات بمناسبة العيد الأضحى إن شاء الله يا ربي. هذه الطرطة اللي عدلت لكم أنا، ودابا شوية غنزل لكم تصويرة ديال الطرطة اللي عدلت هي. والرابط ديال القناه ديالها، وحتى الرابط ديال الفيديو اللي غتنزل باش تدخلوا القناه ديالها وتفرجوا في الفيديو ديالها. واهم حاجه ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالها. ودابا نخليكم تشوفوا طريقه التحضير اللي عدلت بها الطرطه ديالي. باش نعدلوا هاد الطرطه غادي نحتاج هنايا عندي جينواز بالكاكاو، شلا حطيت الفيديو ديالها. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وغطلع عندكم دابا بطاقه على الشاشه الا بغيتوا تشوفوا الوصفه. شوفوا الوصفه. وهذا غناش ديال الشوكولاته بالحليب، غادي ننزل الفيديو ديال الوصفه ديالو غدا ان شاء الله. هي عندي عجينه ديال السكر، هاد المره غادي نستعمل ديال ليدل، هي هادي كتعجبني مزيونه بزاف، وشويه ديال الالوان. هنايا عندي بعض المواد اللي غنستعملهم باش نزوق بهم. بسم الله نبداو نعمرو في الكيك. هذا الوجه ديال الكيكه، ها هو قطعته باش يجي متساوي مع وط، هو اللي غادي نعملو في القاع. وديك اللي قطعت من هنايا زياده هو اللي غنخليهم باش غنفرتتهم ونجمعهم باش غنعدل به ديك الحولي. صافي غادي نعملو فوق كارطون هيدا، وغادي نهز الكناج واحد الكميه، وغادي نعمل هنايا غنحاول هاد الكناج اللي عندي نقسمه تقريبا على اربعه، لا غير على ثلاثه بركه، حيتش غادي نعمر في الطبقات وعاد غادي نغلفها كامله بهذا الكناج هذا. نحاول نسرحو هنايا في الكيكه. صافي ملي عمرت كلشي بالكناج دابا غادي نعمل الطبقه الثانيه. هذا الوسط دائما القاع كنخليوه عند الوجه، هذا دائما غادي نخليه عند الوجه. صافي غنعمل بنفس الطريقه الاولى، غادي نعمر عاوتاني كميه لا باس بها ديال الكناج. ونعاود ودابا غادي نعمل اخر طبقه ديال الكيك. كما قلت لكم القاع غادي نعملو في الوجه، نحاول نعوضها. صافي ودابا غادي نعمل فوق منها طبقه اخرى ديال الكناج، وغادي نغطيها كامله نغلفها حتى تجنب كلشي. صافي ها هي ملي ساليتها وغلفتها كامله، دابا غادي ندخلها النبيره نخليها تبرد مزيان، وديك الساعه نكملو. دابا غادي نبداو نعدلو في الحولي. اول حاجه غادي نبدا بها هي اللون ديال الوجه الحولي. باش نعدلوه غادي نحتاج طبعا اللي عنده الالوان يعني ملونات يقدر يستعمل ملون ويصبغ العجينه بيضاء ويهني راسه. بالنسبه للناس اللي ما يكونش عنده مثلا ملون في البني في القهوي يقدروا يستعملوا هذه الطريقه. هذه عندنا هنايا طرف ديال العجين السكر احمر، النص ديالو في اللون خضر، كل وحده النص ديال وحده. دابا مثلا قطعه كبيره ديال الاحمر انا صغيره منها، النص ديالها تكون في الخضر، النص ديال الخضر تكون صفراء، والنص ديال الصفر تكون في الزرق بحال هكا. وغادي نجمعهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه، وغادي نبدا نعجنهم، غادي نخلطهم مع بعضياتهم، غنعجنهم مزيان فغادي يعطيني اللون ديال الوجه ديال الحولي. معايا ها اللون اللي كنحصلوا عليه، اللون ديال الوجه ديال الحولي اللي وجهه قهوي. كاين الحوالي اللي وجههم بياض، الحوالي اللي وجههم كحل، انا اخترت باش نعمل هاد اللون هذا. ودابا غادي نبدا نعدل في الراس ديال الحولي. غناخذ طرف ديال العجين قد هيدا تقريبا، غادي نكورو وغنحاول نعدل الراس. غنضغط هنايا هادي، واخا نخليها شويه عاليه من هنايا حانيه ومن هنا عاليه باش يجي عندنا الوجه زعما هنايا باش يكون دقوم ومنخر. نبسطها هيدا. صافي من بعد ما شكلت الراس بهذه الطريقه هادي
دابا غادي نجيب شي حاجه. مهم واخا الا ما عندكمش هذه تكون عندكم موسى ولا شي حاجه. وغادي نرسم المنخار بهذه الطريقه هذه كيبان هيدا. غادي نهبط شويه هيدا ونعمل الطقم. نرسم في الاول ومن بعد نجوز هيدا. ودابا عندي هنايا طريف صغير ديال العجينه ديال السكر كحله غير سديتو. وغادي نعمل كويره صغيره ونحطها هنايا. نضغط عليها شويه هيدا. نعمل العينين اخرى. ودابا بطريف ستيتو ديال العجينه بيضه غادي نعملها هنايا باش نكمل العينين بهذه الطريقه هذه. احنا كملنا العينين. ودابا غادي نعدلو الودنينه ديال الحولي. عندي هنايا من نفس اللون ديال اللي عدلت به الراس وهنايا مفتوح عليه شويه زدت عليه شويه ديال العجينه بيضه وخلطتهم جاني شويه مفتوح. دابا غناخد واحد الطريف غير صغير بحال هيدا وغادي نبرمو بهاد الطريقه هادي باش يجيني على هاد الشكل. غنفتحو شويه هيدا ونكبرو بهاد نطلقه شويه بهاد الطريقه هادي. ولا يبدكم الا ما عندكمش بحال هيدا واخا غير يبدكم صافي. غنجيب طريف من هذا اللي مفتوح باش نعملو الدخلاني للودنينه زعما صغير ونبرمو بنفس الطريقه اللي عملت في الاول. نفتحو حتى هو شويه هيدا هزه نعملها في وسط هادي هيدا نجبدلي ماشي مشكل. غادي نلصقهم شويه مع بعضياتهم هيدا. غادي نهزه غنعمل هادي في الوسط هيدا ونلوي بهذه الطريقه هادي. نجيب الراس ديال الحولي ديالي. عندي هنايا شيته فيها شويه ديال الماء قطيره ديال الماء باش تلصق بسهوله هيدا. وغادي نلصق الودنينه بهذه الطريقه هادي. من بعد ما لصقت الودنين كيف ما كتشوفوا دابا عندي هنايا طريفات ديال العجين بيض ستيتوين. كنكور كويره ستيتوين كيف ما كتشوفوا معايا هيدا باش غادي نبدا نلصقو هنايا فحال الشعر زعما بهذه الطريقه هادي. المهم نعمرو القدام وصافي. صافي حنا لصقنا له الشعر وكلشي. دابا غادي نعدلو القرون. عندي هنايا طريف ديال العجين بيض غادي نعمل معاه طريف ستيتو ديال العجين كحل ستيتو بزاف. غنخشي في وسط منو هيدا وغادي نخلط هيدا بهاد الطريقة هادي. مغاديش نخلط مزيان تا يرجع لي كامل كري يعني غنخلط غير شوية غير نشوف بدا كيدخل فيه اللون بحال هيدا بهاد الطريقة هادي. غادي نقسمو هيدا نشوف هاد الخطوطه بحال هيدا صافي. غادي نبدا نلوي بهاد الطريقه هادي باش نعدلو القرن بحال هيدا. دابا غادي نجيبو نلصقو القرون. دائما هاد الشيته فيها شويش ديال الماء غنعملو هنايا. من بعد نجيب القرن ديالي ونلصقو هيدا. هنايا عندي كيك مفرتت. هذا الكيك اللي قطعت من الكيكه اللي عدلت حتى جات منفوخه ديك الزياده قطعتها فرتتها. غادي نزيد عليها
هنايا مغروفه ديال الكناج ديال الشوكولاط اللي عمرت به، غنحاول نجمعها بهذا الكناج. صافي، من بعد جمعتها مزيان كملتها بيدي، كورتها بهذه الطريقه هذه، بحال اللي زعما يكون الجسد ديال الحولي. دابا خصنا نعمل اللون ابيض. اول حاجه غادي ندهنها شويه بشويه ديال الكناش في وجهها باش يلصق الكوكو اللي غنعملها زعما على الشكل ديال الهيدور، غير شويه المهم باش يلصق. وصافي نجيها اخرى عاود، المهم بهذه الطريقه هذه نجرب انه يلصق ملصقش. نزيد عندي هنايا شويه ديال الكوكو، نسيت ما وريتو شي في الاول سمحوا لي. غادي نحاول نغطيها كامله بالكوكو. ودابا غادي نطلق العجينه ديال السكر. ما كملتش الحولي حيت الكماله ديالو غادي يكون غادي يتركب فوق الطرطه على ديك الشيء تنغلف. صافي الله الكيكه، عادك غادي عادك غادي نكمل الحولي. دابا رشيت هنايا النشا كيف ما كتعرفوا اولا سكر كلاصي اللي بغيتو. صافي ملي طلقت العجينه مزيان خرجت كيكه من نبيره. دائما تاكدوا انكم طلقتوا العجينه تكون كبيره على الكيكه. بسم الله، دابا غادي نغلفوا الكيكه بالطريقه هذه. نحاول نغطيها كامله، كتفتحوا بهذه الطريقه هذه وكتسكيو هيدا. دائما فتحوا وغلف باش تجينا معوض هيدا. طريقة غير بشويه طريف طريف وانتوما ماشي. صافي ملي دوارتها كامله معوطه كيف ما كتشوفوا كنجيبوا هاد العيبه هادي. ولا ما عندكمش اي حاجه تكون ملصه باش نثبتوا العجينه فوق الكيكه بهذه الطريقه هذه. صافي دابا كنجيو للمرحله ديال التقطيع. دائما كنقول لكم تجيو تقطعوا كنحطوها هيدا لاصق هيدا باش ما كندخلوش لداخل، واخا نخليو واحد شويه ديال الزياده هيدا. ودابا غادي نعدل ديك الزواقه اللي زوقت بها الجناب ديال الطرطه اللي عملتها في الجناب. هنايا عندي تريف ديال العجين خضر، تقدروا تعملوا اي كولور زعما على حسب الذوق ديالكم. انا غادي نستعمل الخضر. هنايا عندي هاد المول اللي كيعملوا فيه زواقات، كاين ديال سيليكون كاين بزاف ديال الشكالات، انا عندي ديال بلاستيك. صافي غادي نحط فيه طرف ديال العجين بحال هيدا. هنايا هذه غادي نعمل لها شويه ديال النشا باش ما تلصقش، وغادي نتكي عليها بهذه الطريقه هذه باش تاخذ الشكل هيدا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كنضغط مزيان باش تاخذ الشكل ديال المول. وساعه كنقطعوا الزوائد، كنجيب الموس وكنقطع هذا الزائد هيدا بالطريقه هذه. وهادو حتى هما اللي كيبقاو هنايا كنقطعهم هيدا. سمحوا لي شحال مرات كيجيب لي الله كيبان وانا كنعالي يدي ما كيبان والو. المهم كنقطعهم هيدا بهذا الشكل هذا. صافي ودابا كنقلبها غير بشويه عليا، كنجبدها بهذه الطريقه هادي. تتعمل في حاجه جلبانه. دابا عندي هنايا شويه ديال الموس سكر بشي ترقيقه، غادي ندهن هنايا في القاعده باش نلصقوا ديك الزواقات اللي عدنا. هيدا وكنجيب هادي وكننزلها هنايا بهذه الطريقه هادي، نضغط عليها شويه وهي غتلصق الراس. عاوتاني ندهن بالماء السكر ونجيب اخرى ونحطها ملصقه فيها هيدا وندور غنبقى على هيدا حتى ندورها كامله. هنايا عندي شويه ديال الكوكو. كوكو هو جوز الهند البنات،
وهنايا عملت شويه ديال الماء مع شويه ديال الصباغه خضراء ديال ملون غذائي خضر، وغنحركو هيدا بهذه الطريقه. انا استعملت هاد الالوان هادو ديال ويلتون، شريتهم من امازون مره اخرى سقساني من شريتهم صافي. وغادي نقطر شويه ديال الصباغه هيدا على هاد الكوكو، وغادي نخلط حتى يتصبغ لي كامل. غنبقى نحرك حتى يرجع لي كامل خضر. دابا غادي نجيو الوقت ديال التزيين. هذا الكوكو اللي صبغنا غادي نحط شويه بهذه الطريقه هذه هنايا زعما بحال الربع. المهم ديك الساعه غادي نكمل. دابا نحط دابا شويه هادو. عدلت هنايا هذا اللون قهوي، جبت عليه شويه ديال الكحل باش يجي مغلوق، صدق جا هذا اللون هذا فخليته. هادو عملت جوج طوالين وجوج قصيصرين باش غادي نعمل زعما الرجلين. غادي نبدا نشوف كيفاش غنزل حولي. غنزلو هيدا، غنعمل جويجات هيدا طوالين هنايا هيدا، وقصارين هنايا. غنعملو الحولي جالس زعما في وضعية الجلوس بهاد الطريقة هادي. غنجيب الجسد اللي عملتلو كوكو، اللي عمرتو كامل بكوكو بسم الله، وغنزلو هيدا. هايا من بعد ما نزلته هادو الرجلين زعما، غنديرلهم شوية ديال صافا بحال رجيلات. هو ماشي حاولي، هو يجي كيشبه الحاولي، غي قبلو على الحاولي ديالي والسلام. الشكل هذا بحال دابا الطرطة تعملوها في العيد من وليداتكم، يكونو ستيتوين يفرحو بيها، يعجبو المنظر، يكون عندهم جوج الحوالة. دابا غنجيبو الراس ديالنا، هو هذا الراس من بعد ما كملتو من القرينات وديكشي. هنايا عندي شيتا فيها شويه ديال الماء، غادي ننزلو هيدا، نضغطو عليه شويه عندو كيشوف الجهه ديالنا. دابا غنجيب الطبقي ديال هاد الكوكو اللي صبغت في الخضر، وغادي ندورو عليه بهاد الطريقه هادي بحال ديال الربيع. ودابا شبرت هنايا ورشمت، كتبت بهاد العيبه هادي ولا باي حاجه، المهم واخا حتى شي عاود، كتبت عيدكم مبارك رشمتها. ودابا غادي نبدا نلونها. عندي هنايا شويه ديال الصبيغه شبرت وبديت كنعمر هاد الخوه هذا. نبدا نعمر لي يجيني ساهل على يدي، عمداش نكتب من الاول بهاد الطريقه هادي. وهي الطرطه ديال الحولي ديالنا واجده. هذا هو شكل الحولي كيف جا. وهنايا كتبت عيدكم مبارك، وزدت هاد الوريده هادي. هادي سهله، عملت وريده تقطعت وريده منتهم فوق بعضياتهم مخالفين، وعملت واحد العقيقه في الوسط، العقيقه ديال الماكله كتجي على هذا الشكل. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها علاش لا. انا دابا غادي نقطعها ونوريكم كيف جا الشكل ديالها من الداخل. غنقطع معكم دابا الطرطه، شوفوها كيف جا الشكل ديالها من الداخل بسم الله. الله يربي، بسم الله بسم الله. وهذا هو الشكل ديالها ملي قطعناها، كتجي على هذا الشكل من الداخل. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تسجلوا اعجاب، وطبعا ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديال ناديه شهيوات الفاسيه. وبصحه وراحه، وعشركم بروكه.